يا هلا بكم من جديد. مشروع الديوانية مشروع فريد من نوعه، يهدف إلى تعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية وبناء التواصل بين شعبي دولة الكويت وهولندا. تم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي الخارجية البلدين. المشروع شارك فيه 8 من الطلبة الجامعيين الكويتيين و8 من الطلبة الجامعيين الهولنديين. مشاهدينا دعونا نتعرف أكثر على هذا المشروع مع ضيفينا اليوم صبا جلال السليطي ومجرم غسان اللوغاني، طلبة العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية بالكويت. سعد صباحكم. صباحك. حياكم الله. الله يحييك. حديثنا بيكون أجمل وأروع إن شاء الله، لكن بعد هذا التقرير. يا حياكم الله من جديد، سعيدة جدا بوجود طلبة كويتيين رائعين ومبدعين. يعني أنا السعادة تغمرني في كل صباح من صباحات الكويت الرائعة بوجود شباب كويتي متميز بكل المجالات بصراحة. يمكن من يشهد للعروس، والله يعني الشواهد قدامنا بصراحة، والواحد لما بيتحكى ويمدح يمدح قيمة وعمل وإنجاز جميل قاعد نشوفه على أرض الواقع. أنا سعيدة كثير بوجودكم. وفي البداية خلنا نسأل عن هذا المشروع، مشروع الديوانية. صبا، ليش الديوانية؟ شنو هو الدلالة؟ هل لأن الديوانية عندنا موجودة في الكويت؟ وهل هذه الدلالات ممكن تكون لها علاقة ما بين الدولتين الصديقتين؟ أول شيء حابين نشكركم على الاستضافة. حياك الله. وهو تسمى الديوانية لأن الديوانية هي من الثقافة والعادات الكويتية. حلو. ونعجبه الهولنديين لأن بالديوانية ينطرح كذا قضايا مثل الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية. نعم. فلذلك هم سموا المشروع الديوانية لأن هو شافوه كمجلس أمم مصقر. صحيح. وايضا ان عجبت بالفكره السيده انا روز مسؤوله العلاقات الكويتيه الهولنديه في وزاره الخارجيه. حلو. وايضا الحمد لله الكويت وهولندا اعضاء غير دائمه في مجلس الامن. صحيح. وفي مجال استفاده من الاثنين، في مجال الانسانيه المجال الكويتي. صحيح. ومجال الهولندي في اداره المياه. جميل. يمكن هذه اول مره أكيد مجرم تكون للطلبة الأريحية للخوض في غمار النقاش في العلاقات الدولية. خلينا نتكلم عن هذه التجربة، كونكم طلبة ما زلتوا وخضتوا هذه التجربة. صحيح، هي فكرة جديدة وأول مرة تصير، استفدنا فيها في مجال العمل غير عن المنهج النظري. صحيح. والتركيز على المنهج الدراسي أكثر. نعم. وتحفزنا إلى العمل المستقبلي خصوصا في السلك الدبلوماسي. نعم. كان الحديث في خلينا نقول المضمار الدولي السياسي تحديدا، وكان كنتوا أنتوا اللي رايحين هولندا. صحيح. صح. أو نقلتوا هذه خلينا نقول الفكرة. إيه؟ فكرة الديوانية والمجلس خلينا نقول المصغر. إذا برجع لك صبا ونتكلم عن القضايا اللي طرحتوها من خلال هذا المشروع. احنا طرحنا قضيتين، القضية الأولى هي القانون الدولي الإنساني. حلو. وكيف أن هولندا، الكويت وهولندا يقدرون يعني يكونهم في مجلس الأمن. أن عدم المزيد من الامتثال. فعشان كذي احنا جمعنا كم يعني طرحنا اقتراحات. نعم. وكمجموعة. حلو. وفي الموضوع الثاني اللي هو مثلاً يعرفه رابط الأكل والمياه والطاقة. حلو. وتم تقسيمنا إلى مجموعتين، 4 طلبة من الكويت و4 طلبة من هولندا. حلو. وقعدنا مع بعض وطرحنا كذا اقتراح للوزارتين الخارجية. ومنها 3 اقتراحات قعدنا على واحدة. نعم. وبس. يعني هذه كانت مجموعة القضايا اللي طرحتوها من خلال رحلتكم إلى هولندا ومن خلال هذا المشروع. صح. يمكن تكلمت وقلت أن الدولتين يعني لهم مقاعد غير دائمة في الأمم المتحدة. إيش كثر هذا الشيء عطى زخم وأكسب مشروعكم قوة؟ خلينا نقول صبر. المشروع هذا عزز العلاقة بين هولندا والكويت، ولأنهم أعضاء غير دائمة. صحيح. فهم حابين إن يسوون يعني يكون لهم امباكت بالمجلس. نعم. واذا هم يعني طبعا دولتين صغار، والكويت والهولندا ناس يعني يحطونهم دول كبيره وضخمه. صحيح. فبس هم عندهم يعني سياسه قويه.
ولهم حضور بالمجلس السياسي. نعم. فعشان كذي هم المشروع كله كان بس عشان نعزز العلاقة وأنه يكون في علاقة بين الطلبة، وسموه people to people project. حلو. فكان هذا التواصل ما بينكم وما بينهم. إذا برجع لك مجرم نتكلم عن هذا المشروع، يمكن هذه بداية أو مرحلة خلنا نقول غير رسمية لدخولكم إلى المرحلة الرسمية، يعني من كونكم طلبة حاليا راح تعودكم إلى أنكم تكونون سياسيين في المستقبل في 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 مضمار العلاقات الدولية. إيش كثر هذه الشغلة أو هذا المشروع أعدكم ولو خطوة خطوتين إلى هذا المكان مستقبلا؟ احنا في سبيل المثال في الجامعة عملنا بحوث وبرزنتيشنز داخل المحاضرة، بس هالمرة قدمناها يعني قدام جهة رسمية. صحيح. وصراحة هي أول مرة وشوي كانت صعبة كبداية، بس الحمد لله طلعنا فايدة وأثبت نفس الحمد لله جدارتكم. كانت معنا لقطات من شوي عن رحلتهم في هولندا ووجودهم في هولندا من خلال طرحهم لقضايا جميلة وبروزهم من خلال هذه المرحلة غير الرسمية خلنا نقول، وإعدادهم إلى إن شاء الله مضمار العمل السياسي. صبا، الدراسة تختلف تماما عن مجال العمل بلا شك، يعني أنتوا خذيتوا هذا الشيء منهج نظري. صح. درستوا نظري كتاب. إيه؟ كلمة وعرفتوا أساسيات. إيه؟ لكن خروجكم من هذه المرحلة إلى مرحلة العمل، إيش كثر هناك فرق لامستوه من خلال اللي درستوه كنظري وطبقتوه عملي؟ شوفي، احنا في الدراسة النظرية تعلمنا لماذا ان الدول يجب يكون لديها روابط دبلوماسية. صح. وانها إن لازم يكون لها خلفية سياسية قوية. صحيح. بس في الحقيقة لما احنا رحنا هناك فإنشاء الروابط هي اللي الفرق، يعني شلون إنشاء الروابط؟ لأنه يتطلب مستوى عالي ومهارات اجتماعية. صحيح. عشان تتكون العلاقة الدولية الدبلوماسية. صحيح. فهذا هو كان الفرق صراحة، يعني شلون التعامل، البروتوكول، شنو نسوي، شنو ما نسوي، شنو نقول. صحيح. يعني طريقة، يعني هو كله كان بالأسلوب بلا شك. يمكن واقع الدراسة أو مقاعد الدراسة تختلف تماما عن واقع العمل ووجودك في محترك العمل وتمارس العملية خلنا نقول السياسية وغيرها، وخاصة إحنا من بلد شيخ الدبلوماسيين كلهم وأبو الدبلوماسية كلها، فلا بد من عياله يكونون قادرين أن يكونون دبلوماسيين يمثلون في كل مكان في العالم، ويقولوا لهم إحنا كويتيين صغيرة بالحجم إيه في الخريطة لكن كبيرة بعيالها وإنجازاتها وقائدها. الله يحفظ هذه الديرة يا رب العالمين. آمين. شكرا آمين. لوجودكم معي. الجميل في الأمر أنهم طلبة لازالوا ولكنهم زوجين جميلين مشاركين في هذا المشروع، وأحضروا هولندا ومثلوا الكويت بطريقة جدا راقية وجميلة، وخاضوا عراك العمل السياسي دوليا ما بين دولتين ما هم هينين، الكويت وهولندا، ومثلون إن شاء الله أجمل تمثيل. شكرا مجرن. شكرا. شكرا صبا. شكرا. شكرت على الاستضافة. يا حياكم الله. الله يحييك. الساعة المباركة. يعني مع هالإيجابية وهالجمال ما نختم الحلقة، فاصل صغيرون ونرجع لكم إن شاء الله نستكمل باقي حلقة. صباح الخير لكم.